المقولة دي هي مقولة طبعا بنشوفها على مدار اجيال لكن ما كانتش بتكون مفعالة الحقيقة يعني حصة هي. التربية الرياضية احيانا ما كانش بيمارس فيها رياضة لا لا هي يعني هي دي بترجع لادارة المدرسة طبعا م. لكن في اهتمام بالانشطة وبالتربية الرياضية في المدارس م. بدليل المشاريع والبرامج والحاجات اللي احنا بنعملها دي كلها يعني احنا بندعم طبعا النشاط الرياضي واحنا هدفنا ان احنا الطالب يكون متكامل الشخصيه ما ينفعش بس افضل احشي عقله في علوم ومواد ورياضه والحاجات دي كلها بدون ما انمي شخصيته يعني الجانب الثاني من شخصيته لازم يكون في سلوك وازاي بيتعامل مع الناس من خلال ممارسه الانشطه سواء بقى النشاط الرياضي او اي نشاط هو بيحبه آه بخلق شع... يعني بكون شخصيه متكامله وحتى م. يعني يمكن توجهات فخامه الرئيس ان احنا بناء آه الشخصيه المصريه، بناء الشخصيه المصريه مش هتتم الا بان الشخصيه دي تبقى متكامله ما ينفعش يعني حتى في احدى المؤ... المؤتمرات آه فخامه الرئيس وجه آه الكلام لمعالي الوزير الدكتور طارق شوقي وقال له انا مش عايز يبقى عندنا الطالب جايب 99% و98% ومجموعه مجموعه عالي جدا لكن هو صحته مش كويسه ولياقته البدنيه مش كويسه فلازم نهتم بالحاجات دي ويمكن ده اللي دفعنا ان احنا عملنا المشروع القومي لرفع كفاءه اللياقه البدنيه هو بدات انطلاقته من امتى يا دكتور ايمان وبتستهدفه مين احنا هو مستهدف جميع طلاب المدارس بالمراحل كلها ابتدائي واعدادي وثانوي عام وفني كويس وكمان يعني عشان نقول الاشتراك فيه هو اختياري هو مش مش اجباري لكن احنا لاقيين على ارض الواقع كل الطلبه وكل المدارس بتتساءل واللي عنده تساؤل بيوصل لنا وبيسالنا كلهم عايزين يشتركوا وحابين وعلى فكره هو المشروع اللياقه البدنيه يعني اللياقه البدنيه نفسها مش جديده علينا يعني احنا بتطبق عندنا من سنين يمكن واحنا صغيرين كان كل اسوار المدارس فيها اختبارات اللياقه البدنيه لكن احنا الموضوع بعد واندثر يعني اختفى كده بقاله سنين فاحنا مم. في ظل جائحه كورونا وان احنا محتاجين نخلي الولاد عندهم نرفع كفاءتهم وكمان نخليهم صحتهم كويسه لان ممارسه الرياضه بترفع من ك... من كفاءه الفرد صحيا حتى طيب عايز اعرف ايه ابرز الاسئله اللي الطلبه بيسالوها دلوقتي وهم عايزين آه ينتموا لهذا المشروع يعني كتير بيسالوا طب احنا لان احنا عاملين المشروع على اربع مراحل م. فكل واحد بقى بيسال طب المرحله طب انا ينفع اشترك في المرحله دي واشترك في المرحله الثانيه هم متخيلين ان احنا آه هناخد آه المرحله الاولى لان احنا عاملين فيها الاشتراك اونلاين آه لمده اسبوعين على موقع الوزاره ويمكن احنا المفروض ده بدا امتى وهينتهي امتى بقى هيبدا آه ان شاء الله في يوم آه يوم 1 آه ديسمبر؟, ديسمبر, وهيستمر لمده 15 يوم انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا بقى يومين عمالين آه بنلاقي طلبات من المدرسين ومن المواجهين طب مدولنا الفتره واحنا لسه ما بدأناش يا جماعه انتظروا لما نبدا ونشوف ال 15 يوم هتنتهي الطلبه حي... خلفية.